مشاهدينا، ينضم إلينا من واشنطن المندوب المناوب للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة سابقا السفير وليد معلوف. سعادة السفير، مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا في 19. إذن لنبدأ من هذا الحديث اليوم عن قرارات أممية عدة. كنا نتحدث عن 1701 واليوم هناك حديث عن 1559، وحضرتك توصف بعراب هذا القرار. نريد أن نعرف هذا القرار الذي يعني أنشئ في 2004 وجاءت بعده حرب 2006 واشتباكات غير متوقفة، وبالتالي ما جدوى من الحديث حول هذا القرار الآن؟ هل الظروف مواتية في أن يطبق اليوم؟ أي قرار بيصدر من الأمم المتحدة مجلس الأمن عطول سير المفعول لحتى تنتهي المدة الخطر يما قلة الأمن بهالبلد المذكور. وهون عم بحكي عن ثلاث قرارات دولية، 1559، 1680 و 1701. المشكلة اليوم بلبنان بال 1701 أنه كان بين الدولة اللبنانية، بين الدولة اللبنانية على أيام الرئيس السنيورة، وكان العراب تبع الولايات المتحدة وطبعا دعم فرنسي، لقدروا وقفوا حرب 2006 لأنه وقت حزب الله قال أنه يا ريت نعرفنا ما كنا عملنا الحرب. لهالسبب 1701 ما تنفذ من قبل لبنان، بمعنى أنه ما انسحب حزب الله من جنوب لبنان وما استلم الجيش اللبناني مثل ما لازم. واليوم بعد التغييرات اللي صارت على الأرض، دخول إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية وزيارة وزير خارجية إيران ليملي على اللبنانيين، على الدولة اللبنانية، أنه نحن بدنا نكفي بتوحيد الساحة نحن وهني وغزة. لهالسبب 1701 بطل عنده مفاعيله وما في إمكانيات عند الدولة اللبنانية لتنفذ 1701. لهالسبب 1559، الفرق بين 1559 وال 1701 رغم أنه محطوط 1559 ثلاث مرات ضمن 1701، هو أنه بيطلب إلغاء كل السلاح من إيدين العالم في لبنان، ميليشيات وغير ميليشيات، محتلين وغير محتلين، ويسلموا الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. يعني 1559 لكل الأراضي اللبنانية، بين 1701 فقط على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. لهذا السبب اليوم في مطالبة كبيرة من الشعب اللبناني ومن القيادات اللبنانية أنه يتنفذ 1559. نعم. سنعود إلى النقاش سعادة السفير، ولكن دعنا ننتقل إلى هذا الخبر لنستمع لما قاله محمد عفيف مسؤول العلاقات العامة لحزب الله اللبناني، وقال بأنه لا يجب الاستعجال في التغييرات السياسية داخل لبنان ويجب التريث. لنستمع. يدور الكثير من الكلام على شاشات التلفزة وفي كواليس السياسة عن استعجال النتائج السياسية للمعركة في الداخل اللبناني، وكان نتنياهو صريحا في حديثه مع رئيس ماكرون عن تغيير المتوقع في لبنان وفي المنطقة، وهذا ما بدأت تتكشف عليه النوايا الأمريكية وبدأ ينعكس أيضا في الصحافة الأمريكية. أعود لنقاش مع سعادة السفير سيد وليد معلوف. يعني عندما نستمع كلام مماثل من حزب الله في الوقت الذي تخاض فيه المعارك، يقول بأنه الوقت يعني مبكرا بعد للحديث عن السياسة، وبأن الحزب لا يزال في خطواته الأولى فيما يتعلق بالحرب الدائرة بينه وبين إسرائيل، وبالتالي سعادة السفير هذه الرسالة البعض قال بأنها موجهة للداخل اللبناني بصريح العبارة، وبالتالي هل يمكن القول بأنه الحديث عن أي تطبيق للقرارات وسط تشبث الحزب في هذه الظروف بمواقفه لا جدوى منه؟ يعني للحقيقة إذا بترجع إلى تاريخ حزب الله بالتقديرات السياسية والتقديرات العسكرية، ببين أنه هذا الحزب فاشل فاشل فاشل، فشل بالتسعينات، فشل بال2006، وهلأ الفشل الكبير بال2024.
يعني مع احترامنا للسيد عفيف ولحزب الله ولكل الابواق اللي بتطلع وبتحكي بالعالي وبتحقر بالشعب اللبناني وبتتهمهم بالخيانه، هيدي منا طريقه لا دبلوماسيه ولا سياسيه ولا بتوحد الشعب اللبناني، بالعكس بتبعد اللبنانيه عن بعضهم. وبحب ذكره للسيد عفيف انه المهجرين اللي تهجروا من الضاحيه ومن جنوب لبنان اكثر من 1,200,000 راحوا عند اخوانهم اللبنانيه عند المسيحيين وراحوا عند السنه وراحوا عند الدروز، وبعده بيطلع على التلفزيون وبيحكي بصوت عالي. يعني انا ما عم بفهم باي طريقه لازم انه حزب الله يكون عنده هالدبلوماسيه الرايقه لحتى يقدر يتفاهم مع 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 الشرائح الاخرى بلبنان. انا سعد السفير، لكن هو ايضا يقول يعني حزب الله يقول بانه انا الان احمي اللبنانيين من اي احتلال لجنوب لبنان وانا الذي اقاتل في المعركه. ستنا معقول انه عم يحمينا عم يحمي لبنان من اسرائيل؟ فاتت اسرائيل عم تضرب بالبقاع، عم تضرب بنص دين بيروت، عم تضرب الضاحيه ما خلت مطرح. وين الصواريخ اللي جايبينها؟ صار لهم 30 سنه من سنه 2000 وهن بجمعوا صواريخ. لأكد لك أنه الصواريخ اللي جايبينا هي ليس ضد إسرائيل ولكن ضد الداخل اللبناني، والتصاريح اللي كانوا عم بيقوموا فيها بعض المشايخ بحزب الله كانت كلها لتهجير السنة، لتهجير الدروز، لتهجير المسيحيين، بدون ياخدوا البلد، بدون يعملوا جمهورية إسلامية. ولكن الوضع تغير اليوم، والقرار ليس قرار جنوب لبنان فقط، إنه قرار دولي لإنهاء الأرمز، يعني الإيدان الطويلة لإيران في كل الدول العربية. وعندنا اليوم رح يصور عندنا ميدل إيست وشرق أوسط جديد بقيادات جديدة مثل الأمير محمد بن سلمان، مثل الشيخ محمد بن زايد، وعندنا كمان إيران رح يصور في تغيير، بأكد لك رح يصور في تغيير بإيران، عم بيحضروه للأمير. طيب سعادة السفير، نريد أن نسأل أيضا عن فيما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية والأممية، يعني أريد هنا التفصيل أكثر في قرار 1559 بحكم خبرتك في ظروف التي نشأت أو نشأ فيها هذا القرار. نريد أن نعرف، البعض يقول بأنه ذلك القرار في ذلك الوقت يعني كان الحزب حينها حزب الله وحركة أمل، ليس هو الحزب وقدراته اليوم، ليس بذات القدرات، وبالتالي أي حديث عن تجريده من سلاحه قد يكون مستعصى. للحقيقة تجريده من سلاحه كان مستعصى لأنه القيادات ولا يزال هكذا يقال، لا يزال أكيد عنده سلاح، ولكن شو عم بيستعمل السلاح؟ السلاح اللي اشتريه حطه بالمخازن بين العالم وبين البيوت وبنيات الناس اللي عايشة فيها كلها فقعتهم إياها إسرائيل. يعني حرب عبثية إلى الأخير، والشعب اللبناني اللي عم بيموت وعم ندفع حق، عم يدفع حق هالشعب، حرب لا ناقة له ولا جملا فيها. يعني تنفيذ القرارات الدولية، خليني أحكيكي بتنفيذ الـ 1559، إذا فرنسا مزبوط بدها تساعد لبنان، كانت امبارح بمجلس الأمن فرنسا، شو عملت؟ فرنسا فيها تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة لتقوية الـ 1559، يعني تحطه تحت الـ Chapter 7 وتطلب تنفيذه وتوسيع اليونيفيل في جميع الأراضي اللبنانية لحتى يرجع الدولة اللبنانية ترجع تكسب موقعها ومركزها، ويقدروا ينتخبوا رئيس يكون 100% رئيس للبنان من دون أي تدخلات خارجية. هذه الطريقة هلأ اليوم اللي لازم تستعمل، لأنه القضية مش بس، قلت لك القضية مش بس جنوب لبنان، القضية هي أوسع بكتير خارج الحدود اللبنانية إلى كل المنطقة، إلى كل المنطقة. لهذا السبب هناك تغيير جذري في كل المنطقة، وأتمنى على مجلس وزراء لبنان أن يسرع بالمواقف تبعه ويكون قد الحملة لحتى يحمي البلد من خراب أكبر وأكثر. نعم. وكارثي أكبر وأكثر. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن المندوب المناوب للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة سابقا السفير وليد معلوف، شكرا جزيلا.